بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الوصايا وفي الباب الخامس عشر، والذي عنون له بقوله: باب ما جاء في من مات من غير وصية يتصدق عنه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفتجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فتصدقي عنها. وقال: حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا روح بن عبادة قال: أخبرنا زكريا بن إسحاق قال: أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن أمه توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا، وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. مر معنا في الدرس الماضي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقلنا في الدرس الماضي إن هذا هو الشيء الذي يضاف للإنسان إذا مات باستحقاقه، لأنه إذا ورث علما أو تصدق بصدقة باقية جارية يعني دائمة النفع، فإن هذا كله يكتب له أجره عند الله سبحانه وتعالى إلى أن يلقاه، لأنه قد أمضى هذا الشيء في حياته ويبقى هذا الشيء مستمرا بعده. وكذلك الولد الصالح فإنه يدعو له، يدعو لوالديه، والولد من كسب أبيه، فلما كان الأب سببا في وجود هذا الابن فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل ما يقوم به الابن الصالح من العمل الذي يتقرب به بقصد والديه من الصدقة والبر والصلة ونحو ذلك أنه يكتب لوالديه. لكن هنالك أعمال كثيرة تضاف للإنسان لكنها ليست حتما، بمعنى أنه لم يكتسبها حال حياته. الدعاء له، وقلنا إن الدعاء هذا يكون حتى لعامة المسلمين، ويحصل هذا في صلاة الجنازة، ويحصل في زيارة المقابر، ويحصل في الدعاء عامة عندما يقول: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. هذا يدعو به كثير من المسلمين، فهذا يضاف إلى الموتى وينفعهم، لكنه ليس مثل الأعمال الأولى الثلاثة، فإن هذه الأعمال الثلاثة ثابتة. هذان الحديثان،
الحديث الأول أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، ولو أنها عاشت لتصدقت، لكنها افتلتت نفسها، أخذت بغتة، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال: نهى النبي عليه السلام تصدقي عن أمك. وهذا دليل على ما تقدم في الحديث الذي ذكرناه، أن عمل الولد الصالح يضاف إلى عمل والده الميت. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا جاء إليه فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ هذا الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يمكن أن يبر والديه بعد موتهما؟ في الحياة البر قائم ومعروف، لكن بعد الموت يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: نعم، الصلاة عليهما. والمقصود بالصلاة هنا ليست الصلاة هذه التي نصليها نركع ونسجد، لا، الصلاة بمعنى الدعاء، وهذا ورد في كتاب الله الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء. قال: الصلاة عليهما والصدقة عنهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة البر التي لا توصل إلا بهما. هذه أعمال من أعمال البر وأبواب كثيرة ينتفع بها الأب بعد موته بتوفيق الله سبحانه وتعالى للابن. والابن كما مر في الحديث الذي تقدم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من كسب أبيه، فعمله الذي يعمله هذا من كسب أبيه، مضاف إلى الأب، يستحقه الأب. فهذه المرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أمها، والسؤال هذا فيه شيء من التحسر، تتحسر على أمها التي ماتت ولم تفعل شيئا، لم توصي بشيء، لم تتصدق، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك وقال: تصدقي عن أمك. وهذا دليل على أن هذه الصدقة تلحق الأمة بعد موتها. الحديث الثاني فيه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له مثل ذلك وقال: إن أمه ماتت، ولو بقيت لتصدقت، لكنها ماتت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: فإن لي مخرفا، بستان، عنده بستان، إني أشهدك أني تصدقت به عنها. وهذا لا يمنع أن تتكرر الحادثة، المرأة الأولى، البعض ربما يقول إن هذا وهم في الحديث الأول، أن الحديث الثاني هو الصحيح، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمنع أن تتكرر الحادثة، أن تكون المرأة في الحديث الأول سألت النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل في الحديث الثاني سأل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال نفسه. لكن الذي يذكره العلماء أن الرجل في الحديث الثاني مصرح باسمه، قالوا إنه الصحابي الجليل سعد بن عبادة، سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه، هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني. فالرجل لما علم من النبي عليه الصلاة والسلام بإمكان هذا الأمر وفقه الله فتصدق ببستانه هذا عن أمه. وهذا دليل على أن هذه الأعمال
التي هي من البر والخير كما يمكن للإنسان أن يعملها عن نفسه يمكن أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى صدقة عن قريبه. وهذا لا يمنع أن يحصل ذلك من غير القريب، يعني لو أن إنساناً وسع الله سبحانه وتعالى عليه فرأى فقيراً قد مات ليس له شيء فتصدق عنه، حفر له بئراً أو بنى بيتاً للفقراء أو اشترى شيئاً لبعض المصالح الخيرية أو دعم بعض جمعيات القرآن أو جمعيات البر والخير بقصد أن يكون ذلك لهذا الميت، فإن هذا يصله بإذن الله. وهذا لا يعني أن قوله عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له يقصر هذا البر على الأب، لا، لكن كما ذكرنا في الدرس الماضي الابن البار هو الذي يرجى لمثل هذا العمل، الابن البار هو الذي يرجى لبر أبويه في حال الحياة وبعد الممات، لأنه بصلاحه واستقامته يوفق لمثل ذلك البار. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تربية أبنائه على هذا المعنى، ولا بد أيضا أن يحرص الإنسان هو في حياته قبل موته أن يبر والديه إن كان على قيد الحياة، وإن كان قد مات فليسارع وليبذل ما يستطيع لبرهما بعد موتهما. والابن إذا رأى ذلك من أبيه فإنه في غالب الأحوال سيسير على هذا الطريق، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. نعم. باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها. قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبي قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة فأعتق. العاص بن وائل كافر مات على الكفر يعني. نعم. فأعتق ابنه هشام 50 رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. نعم. هذا العاص ابن وائل السهمي من بني سهم من قريش مات على الكفر، مات على الكفر، ولكنه أوصى بأن يعتق عنه 100 رقبة وهذا دليل على أن في نفوس هؤلاء الكفار كفار قريش ومشركي مكة أن في قلوبهم شيئا من بقية دين إبراهيم، يتعبدون لله ولكن على غير هدى، يعبدون الأوثان مع الله والأصنام ويدعون غير الله معه، فهم ليسوا من المسلمين. فأوصى بهذه الوصية وهو يرجو أن تنفعه. لماذا أوصى بها؟ لأنه يرجو نفعها بعد موته. فله قام أحد أبنائه اسمه هشام وبادر لما تذكر ذلك وأعتق 50 رقبة يعني نصف العدد، وابنه الآخر عمرو أراد أن يعتق 50 الباقية يعني كأن الابنين اقتسما هذه الوصية، لكن الابن الثاني هذا عمرو لم يسرع إلى تنفيذها وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على الإنسان المسلم الذي يحتاج إلى أمر يتعلق بدينه أنه يسأل قبل أن يعمل. يبدو أنه كان متمكنا من العمل، لديه
ما يشتري به هذه الرقاب ويعتقها، ولكنه انتظر حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كان مسلما فتصدقتم عنه أو حججتم عنه لا نفعه ذلك. وهذا يعني أن الكافر لا ينتفع من عمل ولده الصالح بعده بشيء. الذي ينتفع من؟ الوالد المسلم. إذن الصلة والعلاقة التي تربط الابن بالأب هي الإسلام. إذا لم توجد هذه العلاقة فلا يرث أحدهما الآخر ولا ينتفع بعمله ولا بدعائه، لأنه قد مات على غير ملة الإسلام. هنا قد يقول قائل: وأين يذهب العمل الصالح الذي عمله هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى يحب الأعمال الصالحة ويحب الخير ويحب فعل الخير، فلو فعل هؤلاء من الخير شيئا قليلا أو كثيرا، وهذا يحصل، يحصل حتى في زمننا هذا. لعلكم تسمعون عن هذا الأمريكي المشهور من أثرى أثرياء العالم، بيل غيتس، هذا الآن أوقف ثروته كلها، يعني تبرع بثروته كلها، عنده مئات المليارات من الدولارات من الأموال فتبرع بها. وغيره، وغيره أيضا عمل أعمالا ينتفع بها البشر من الاختراعات، من الابتكارات، من العلوم النافعة. فقد يقول قائل: أين يصير هؤلاء؟ لماذا لا يدخل هؤلاء الجنة كما دخلها غيرهم؟ وهؤلاء قد ورثوا البشرية شيئا كثيرا. هذا الكلام ليس مجرد تخمين أو ظن، بل للأسف يقوله أناس الآن، وتجدونه حتى في وسائل التواصل، يقولون إن رحمة الله تسع هؤلاء. نعم، رحمة الله تسع الخلق جميعا، ولكن لا يستوي المؤمن مع غير المؤمن، ولا يستوي العالم مع غير العالم، ولا يستوي العامل مع غير العامل. فرق بين هذا، لا يستوي منكم من أنفق، حتى المسلمون لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. القضية مراتب. فهؤلاء كيف يكون جزاؤهم على أعمالهم هذه الصالحة؟ الله سبحانه وتعالى لا يجعل لهم في الآخرة حظا ولا نصيبا. الآخرة لمن؟ للمتقين، والعاقبة عند ربك للمتقين. إذن أين تذهب أعمالهم هذه؟ أعمالهم هذه يثابون عليها في الدنيا، ولا يظلم ربك أحدا. الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وهو الذي يأمر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هو الذي اسمه العدل وهو يأمر بالعدل، فلا يظلم ربك أحدا. هؤلاء يثابون على أعمالهم في الدنيا. كيف يثابون عليها في الدنيا؟ يحفظون من الآفات، يحفظون من الأمراض، تتحقق لهم مقاصدهم. الإنسان الآن إذا كان يقصد شيئا معينا يدخل السرور على قلبه ففعله فحصل له مقصوده، هذا من الله سبحانه وتعالى، لأن حصول المقصود هو فضل من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى لا يظلمهم، لا يموتون إلا وقد استكملوا ما يستحقونه على أعمالهم، حتى وإن كانت كبيرة أو صغيرة، لا يبقى لهم شيء في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ليس لهم في الآخرة حظ ولا نصيب. فهذا وإن أوصى بأن تعتق عنه 100 رقبة لكنه ليس بمسلم، يعني حسابه لا يقبل أن تدخل فيه هذه الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة هذه التي يقبلها الله سبحانه وتعالى
مشروطة بشرط أساس، ما هو؟ الإيمان بالله. إذا لم يتحقق الإيمان حتى لو نوى العامل نية حسنة مقبولة، لكن إذا فات الإيمان لا يمكن أن تقبل هذه الأعمال. يعني لو أن كافراً الآن من الكفار، لو أنه قام صلى أو صام، يحدثنا أناس كثيرون عن بعض الكفار، بعض النصارى، بعض اليهود من جيرانهم، أنهم يصومون معهم مجاملة لهم وحفظا لمشاعرهم، لا يأكلون في رمضان. لماذا؟ حتى لا يجرحوا شعور جيرانهم المسلمين. هذا خلق حسن، لكنه ليس عبادة يؤجرون عليها عند الله سبحانه وتعالى، لأن شرطها الأساس هو الإيمان بالله. الأعمال هذه الصالحة ثمرات للإيمان بالله، فإذا لم يوجد الإيمان هذه لا تنفع صاحبها عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يظلمهم الله سبحانه وتعالى، يعطيهم أجور هذه الأعمال في الدنيا، شفاء الأمراض، تحقيق المقاصد، درء المخاطر، لأن الإنسان قد يدرأ الله سبحانه وتعالى عنه خطراً كان بالإمكان أن يأتي على ماله، كان بالإمكان أن يأتي على نفسه، على صحته، على أهله، فدرء الخطر هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهو جزاء وثواب من الله سبحانه. فهؤلاء يحصل لهم من الله سبحانه وتعالى جزاء أعمالهم وهم في الدنيا. إذن لا بد لكون هذه الأعمال مما ينتفع به الإنسان بعد موته إذا كان قد عملها، أو عملها أبناؤه أو أصدقاؤه أو من يحبونه، لا يكتب له شيء منها ولا ينتفع بشيء منها إلا إذا كان من المسلمين. هذه قضية يجب أن نتأكد منها. الآن كما قلت لكم يدور كلام كثير عن موضوع ثواب الكفار هؤلاء الذين قدموا للبشرية أعمالا جليلة، هذا كثير. ومما يؤسف له أن بعض المتفيهقين، ولا أقول المتفقهين، من المسلمين، من المتحدثين، ممن يستمع لهم الكثير، الآن يقولون هذا الكلام، قريبا حتى يتناقل هذا الكلام، يقولون إن هؤلاء لا يمكن أن يدخلوا النار، تسعهم رحمة الله الذي يقول ورحمتي وسعت كل شيء. نعم، رحمته وسعت كل شيء في الدنيا وفي الآخرة، لكن في الآخرة لمن؟ رحمة الله ليست للمعذبين، ليست لأهل النار. في الدنيا وسعت الخلق أجمعين في حياتهم، في معاشهم، فيما ينفعهم، فيما يصلحهم، في أرزاقهم، هذا كله من الله، رزق الخلق على الله في الدنيا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، هذا من الله سبحانه وتعالى في الدنيا. حتى للكفار، للمسلمين وللكفار وللأعداء وللأصدقاء ولكل هؤلاء، هذا في الدنيا، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث إن الله لما خلق الرحمة جعلها 100 جزء، فأنزل جزءا واحدا منها إلى الأرض. انظروا إلى سعة رحمة الله سبحانه، جزءا واحدا من 100 جزء من الرحمة أنزله إلى الأرض، فبه يتراحم الخلق. هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس اجتهادا من عند أحد. فبه يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة يدها، الدابة العجماء، أبقار، بهائم، الأغنام، الإبل وغيرها، ترفع يدها خشية أن تطأ وليدها. من علمها؟ هذا من آثار رحمة الله سبحانه، من الجزء، وادخر الباقي عنده ليوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من رحمته في الدنيا نصيبا،
وأن يجعل لنا نصيباً أوفر من رحمته في الآخرة، ألا يحرمنا رحمته بسوءنا ولا بسوء أعمالنا. نعم. باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث. قال: حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر رضي الله عنه فأبى، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه، فأبى عليه، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره فأبى، وساق الحديث. آخر كتاب الوصايا. نعم، هذا الحديث وإن كانت هذه القصة المذكورة فيه تتعلق برجل يهودي، هذا الرجل اليهودي ادان منه عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، والد جابر رضي الله تعالى عنه، 30 وسقا من التمر، كيل معروف، وهذا الذي يكال إنما يكون التمر الجاف الذي نضج، التمر الجاف. فجابر بعد وفاة أبيه استشهد أبوه رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يسدد الدين الذي على أبيه بعد أن جاءه اليهودي يطلب السداد، فاستنظره، استمهله فأبى. ماذا يصنع جابر؟ ليس عنده مال يسدد دين أبيه، ولا يستطيع أن يصبر على هذه المطالبة، ففزع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، فقام معه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل أيها الإخوة على بذل المعروف وعلى مساعدة المحتاج، وأهمية أن تسعى مع أخيك، كما جاء في الأثر: لأن أمضي في حاجة أخي حتى تقضى خير من أن أعتكف في المسجد شهرا. قضاء حوائج الناس والسعي فيها هذا له ثواب عظيم عند الله. فقام معه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى اليهودي فاستنظره، استمهله يعني، فأبى. ماذا يصنع؟ النخل الآن ما زال رطبا، ما نضج، ما استوى، فكلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ ما على النخل كله على حاله سدادا لدينه، وقد يكون أكثر من الدين، لكن المهم فأبى. طيب، ثم ماذا؟ ما الذي نستفيده من هذا الحديث؟ نستفيده من هذا الحديث السعي في إنظار المعسر، والسعي في إنظار من لم يتمكن من سداد دين والده، وأن دين الوالد واجب السداد، دين الوالد واجب السداد. إذا كنت حريصا على والدك وعلى عاقبته وتريد أن تبره، فلتحرص على سداد دينه على قدر استطاعتك، لقوله عليه الصلاة والسلام. انتبهوا لهذا، قوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. مسألة خطيرة هذه، تظل نفسه معلقة بهذا الدين حتى يقضى عنه. فمن البر أن يسارع الابن إلى قضاء الدين، وهذا دليل على أهمية المسارعة في قضاء الدين الميت، ولو احتاج الأمر إلى أن يستنظر ويستمهل الدائن فليكن ذلك،
ممن يريد أن يقضي الدين أو ممن يستشفع به لدى الدائن حتى يتمكن هذا الذي يريد أن يسدد دين والده أو قريبه أو نحو ذلك من أداء هذا الدين. وهذا الحديث الحقيقة يفهم منه أيضا ما هو معروف من أخلاق اليهود. أخلاق اليهود هؤلاء أخلاق لا تتغير، كلها خسة ونذالة، ليس فيها ما يدعو إلى الكرامة ولا إلى الخير، كلها أخلاق سيئة مرذولة، يريدون جمع المال، يريدون اكتسابه من أي طريق من حلال أو حرام، يأكلونه من الربا، وهم أرباب الربا، أرباب الربا في العالم الآن هم اليهود، وهم الذين أسسوا له فيما مضى ولا زالوا على هذا النحو في العصر الحاضر. فلذلك لا غرابة في أن يرد هذا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، له من المهابة والكرامة والتوقير حتى عند غير المسلمين، لكن هؤلاء لا ينفع معهم شيء، أبوا. وقد جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا استمهله، أراد أن يستمهل غريمه في دين، وجاء إلى اليهودي، اليهودي كان له جزء من بستان فبقيت نخلة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمح بها فأبى، أعطاه أكثر منها فأبى. فهذه ليست بغريبة على أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء لا ينظرون إلى الدار الآخرة ولا إلى ما عند الله. من هو الذي تسخو نفسه في أمثال هذه المواقف؟ والذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قطعوا ما بينهم وبين ربهم، فلا غرابة في هذا. لكن المصنف ساق هذا الحديث ليدل به على أهمية قضاء دين الميت، ولو احتاج الأمر إلى أن يستنظر الدائن أو يستمهل فليكن ذلك، ولو اقتضى الأمر أيضا وجود من يستشفع به في مثل هذه الأحوال فليكن ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. نعم. قبل أن نتحدث في مضمون هذا الحديث نريد أن نتحدث عن فقه المؤلف رحمه الله. المؤلف ذكر كتاب الوصايا، واستمر معنا هذا الكتاب دروسا عديدة. لماذا جاء بكتاب الفرائض بعد الوصايا؟ لأن الوصايا من متعلقات الموت ومن متعلقات توزيع التركة، متعلقات توزيع التركة قبل، يعني وهذه لها الأولوية الوصايا. فلما انتهت الوصايا، والوصايا لها علاقة بتركة الميت، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، تصرف معلق بعد الموت. الوصية هذه يوصي بأن يتصدق عنه بكذا، بأن يبنى عنه مسجد، بأن تحفر عنه بئر إلى آخره. هذا وصية تكون من ماله بعد موته. فلذلك جاء الآن بكتاب الفرائض. الفرائض هذه متى تكون؟ يعني المواريث، متى تكون هذه المواريث حقا للورثة؟ بعد الوصايا وبعد قضاء الديون، إذا بقي لهم شيء بعد ذلك يقتسمونه، يأخذونه. إذا لم يبقى شيء تستغرقه الديون والوصايا.
تستغرقه الديون والوصايا. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف يبين العلم الحقيقي، يعني العلم الذي ينتفع به، العلم الذي ينتفع به، لم يسق كل العلوم ولم يبين حتى تفصيل هذه العلوم الآن، لكن ذكرها إجمالا بما هو معروف لدى أهلها عنها. فريضة محكمة أو آية محكمة. العلم ثلاثة، العلم الحقيقي يعني الذي ينتفع به، هذا هو الأصل في العلوم كلها، هذا هو الأصل في الحياة، وما عداه فضل وزائد. آية محكمة يعني في كتاب الله، ومعنى كونها محكمة ثابتة واضحة، لم تنسخ ولم تغير ولم تبدل. والآيات المحكمات في كتاب الله كثيرة، هي التي ألزمنا الله سبحانه وتعالى بالتعبد بها، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من بر الوالدين وتحريم أكل أموال اليتامى وتحريم الفواحش، هذه الأمور محكمات يعني لم تغير ولم تبدل. ما يأتي إنسان ويقول يمكن نسخت الصلاة، فالآن احنا نصلي لماذا؟ خلاص يكفينا أننا نصلي في اليوم مرة واحدة في الصباح أو في المساء، أو أننا ما نصلي، نعمل من الأعمال الصالحة ونشتغل بالعلوم العصرية وكذا. لا، هذه محكمة يعني ثابتة ما فيها تغيير، لا يستطيع أحد أن يغير فيها ولا أن يزيد فيها ولا أن ينقص منها. آية محكمة، طبعا آية ليست المقصود بها يعني الآية المفردة الواحدة، لكن الجنس، يعني الآيات المحكمات هذه بقراءتها بحفظها بالعمل بما فيها باستنباط الأحكام بها باشتغال العلماء بشأنها، هذا كله في الآية المحكمة أو سنة قائمة، يعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسنة النبي عليه السلام هي أحاديثه، وأنزلنا إليك الذكر، يقول ربنا تبارك وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهي من الله وحي أو سنة قائمة واضحة ثابتة. سنة ثابتة هذه هي العلم الحقيقي. لذلك يقول بعض العلماء العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، يعني ما يرويه الصحابة من أين لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي العلوم الحقيقية. طبعا هذا الكلام لا يعني أننا ننفي صفة العلم عن بقية أنواع العلوم التي يستفيد منها الناس، حتى علوم العصر، هذه علوم الطب والفيزياء والكيمياء والهندسة والجيولوجيا، هذه كلها علوم نافعة، ويؤجر الإنسان الذي يشتغل به بها يؤجر عليها، لأن هذه إقامة هذه من فروض الكفايات في مجتمع المسلمين، يعني لو قصر المسلمون فيها جميعا أثموا جميعا، فهي فرض كفاية. لكن العلم الحقيقي هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة، أو قال أو فريضة عادلة. فريضة، مقصود بالفريضة يعني المواريث، قسمة المواريث، قسمة عدل، وهذا فيه حث على تعلم علم المواريث، لأن علم المواريث هذا علم محتاج إليه، والعناية به قد تكون قليلة عند المسلمين، وهو من أول العلوم التي تفقد في الأرض، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى، هذا في آخر الزمان نسأل الله السلامة، قال حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يقسم بينهما. هذا دليل على أهمية تعلم علم الميراث، من أفضل العلوم، لكنه سريع النسيان، والناس قليلا ما يشتغلون به بالنظر إلى بقية العلوم. هذا علم الميراث، كل الناس محتاجون إليه،
لأن كل واحد من الخلق المكلفين على ظهر هذه الأرض سيموت، وحتى غير المكلفين كالمجانين والسفهاء هؤلاء سيموتون. فإذا كانت لهم أموال من يقسمها؟ لهم ورثة من يقسم بينهم؟ هذا يدلنا على أهمية علم الميراث. المصنف رحمه الله قدم بهذا الحديث في بداية كتاب الفرائض ليدل به على أهمية علم الميراث، تعلم هذا العلم الذي يستطيع أن يوزع به من يعلمه التركة بين مستحقيها. هذا العلم علم المواريث، وعلم المواريث أساسه في كتاب الله، بل كله في كتاب الله الكريم وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أهم وأكبر حكم أو موضوع فصل فيه ربنا تبارك وتعالى في كتابه هو علم الميراث. علوم كثيرة، أحكام كثيرة ذكرت إجمالا وتركت تفصيلاتها لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها، والسرقة، أحكام السرقة وأحكام الزنا وأحكام شرب الخمر، تركت تفصيلة ذكرت أحكامها مجملة في القرآن، لكن المواريث فصلت تفصيلا دقيقا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد، إلى هذه الآيات التي ذكرت في سورة النساء، فصلت تفصيلا في المواريث ما بعده مزيد، إلا في بعض الأشياء اليسيرة الملحقة بها والتي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك تعلم هذا العلم والعناية به هذا من أفضل الأمور التي يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى. علم نافع لا يجادل في ذلك أحد، ويكفي أن رسولنا عليه الصلاة والسلام عبر عنه بقوله العلم ثلاثة، وذكره منه، ذكر علم الميراث واحدا من هذه العلوم الحقيقية النافعة. نعم. باب في الكلالة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر رضي الله عنه ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم، هذه قصة الكلالة في كتاب الله الكريم. الكلالة وردت في كتاب الله مرتين، في آخر سورة النساء وردت في سورة آل عمران، هذه قصة الكلالة، لكنها في سورة النساء، في آخر سورة النساء وردت مفصلة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اللفظة هذه موجودة، ترتب عليها حكم. ما معنى الكلالة؟ ما معنى الكلالة؟ لابد قبل أن نخوض في بيان هذا المعنى نقول إن المصنف رحمه الله لم يورد في كتاب الفرائض هنا كل أحكام الميراث، إنما اكتفى ببعض الأشياء المشكلة التي يحتاج إليها الناس. أما الأشياء العامة ميراث الأبناء والآباء وأصحاب الأنصباء هذه واضحة جدا، يعني ما منصوص عليه. لكن الكلالة من هو؟ الكلالة هو كما قال فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه،
أبو بكر، أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين الصالحين، وأما غيرهم فلا شأن لنا بهم، نحن نتكلم عن أهل الدين وأهل الإيمان. أبو بكر عندهم هو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما في كلام، يعني أدلة كثيرة. طبعا ماذا قال أبو بكر؟ سئل عن الكلالة، قال أقول فيها برأيي، عشان يحتاط لنفسه ولعاقبته، لا يكون قد أخطأ فتترتب عليه آثام. قال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. الكلالة، الكلالة ما خلا الوالد والولد، يعني الذي يموت وليس له ولد ولا والد، هذا كلالة، يعني مات كلالة، يعني ليس له أب على قيد الحياة وليس له أولاد، هذا كلالة. فالكلالة هذه ذكرت في كتاب الله. القصة جاءت فيما رواه جابر رضي الله تعالى عنه. مرض جابر رضي الله تعالى عنه مرضا شديدا حتى أغمي عليه، غشي عليه، ولم يكن عنده إلا أخوات. وقصة جابر رضي الله تعالى عنه مع أخواته قصة مشرفة، قصة عظيمة تدلك على الشعور بالمسؤولية والقيام بالأمانة والاهتمام بما أوجب الله سبحانه وتعالى العناية به. جابر كان له سبع أخوات، سبع أخوات وليس له إخوة، له سبع أخوات. وأبوه عبد الله بن حرام استشهد في غزوة أحد، فأوصاه ليلة الغزوة لأنه كان يستشعر أنه ربما يموت، أوصاه بأخواته. جابر أراد أن يتزوج كأي شاب، فلم يذهب ليتخير من النساء أجملهن وأصغرهن سنا، لا، ذهب فخطب امرأة ثيبا، يعني سبق لها الزواج، ربما بالطلاق طلقت أو تأيمت مات زوجها، فتزوج بها جابر وهو شاب. النبي عليه الصلاة والسلام سأله هل تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. النبي عليه السلام استغرب، شاب كجابر يذهب ويتزوج بثيب؟ قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ هذا الشيء المتوقع. قال يا رسول الله إن أبي قد مات وترك لي أخوات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، واحدة صغيرة مثلهن لا تستطيع تقوم على شؤونهن ولا تساعدهن ولا، فأحببت أن أتيهن بواحدة تمشط شعورهن وتقوم على أمورهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له. هذا جابر مرض ما عنده أولاد، مرض حتى أشفى على الموت، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر صاحبه لعيادة جابر. وانظروا إلى دقة الضبط، في كثير من الأحاديث تذكر أوصاف كما ننبه على ذلك كثيرا، ليس لها علاقة بالحكم ولا يستفاد منها في خصوص هذا الأمر الذي يذكر شيء، لكنها تدلك على مدى الضبط، دقة الضبط. يقول جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يمشيان، يعني ما وهم جابر، ما أخطأ، لأنه يعلم كيف جاء النبي عليه الصلاة والسلام، جاء يمشيان. فلما جاء أغمي على جابر ما أفاق،
فقام النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ وأخذ من ماء وضوئه وصبه على جابر فأفاق جابر. لما أفاق جابر قال: يا رسول الله، إن لي مال، أنا عندي مال، ما عندي أولاد، ما عندي إلا أخوات، كيف أصنع بمالي؟ كيف أصنع بمالي؟ فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها، إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى بيّن تفصيل الحكم في قضية الكلالة، نزلت بسبب قصة جابر رضي الله تعالى عنه ومرضه وعيادة النبي عليه الصلاة والسلام له. هذه أشياء تذكر تدلنا على فضل الله سبحانه وتعالى، أنه ينزل الأحكام وينزل القرآن في كثير من الأحيان بناء على حوادث معينة حتى يرتبط الأمر في الذهن. هذه قصة جابر، سؤاله عن ماله فثبت أنه كلالة، هذا توزيع المال. سعد بن أبي وقاص كما تقدم معنا عندما قدم إلى مكة فمرض، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء يعوده، ولم يكن لسعد أبناء ذكور، كان له بنتان، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام في ماله ماذا يصنع، هل يتصدق بماله بنصفه إلى آخر ما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال له الثلث، قال الثلث والثلث كثير. هؤلاء الصحابة يعني ربنا تبارك وتعالى نفع بهم الأمة، ناصروا رسول الله وآزروه ونقلوا كلامه ونقلوا أحكامه ونقلوا القرآن إلينا، ثم بعد ذلك نفع الله بهم في حياتهم وفي مرضهم، كل هذا مما انتفعت به الأمة بعدهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجمعنا بنبينا وأصحابه في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. نسأله أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم، وأن يعلي راية الحق والدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.